الا والله التلفون يكلم قال امين سلطان بن عبد العزيز طال لك. امين سلطان اشوفه دائما اروح مجلسه ويستدعيني ويعني بس يكلمني في البيت هو شخصيا شيء اخر يعني. فرفعت السماعه سام سيدي جزاك الله خير قال يتكلم قال يا ابني انا انت رحت من عندنا وانت را قايل لك انا طلبتك تجي يعني بدا يمهد في شيء انا ما نعرف الموضوع وشو. بيني وبينك كنت اعتقد شيء يتعلق بالطيران المدني يتعلق بالاشياء اللي هذا او وزاره الدفاع وكذا يعني في شيء معين. قال لي تعرف السياحه قال كلمه السياحه انا قلبي طاح في الارض لاني ما ابغى شيء يتعلق بالسياحه. شفناها قبل 4-5 ايام في التلفزيون يعلن مجلس الوزراء عن انشاء هيئه السياحه كنا نتداول احنا كاصدقاء يعني نقول وش السياحه هذه يعني عندنا السياحه عندنا بالبر والطائف والراحات والناس تعتقد انه انا بدات السياحه وهذا غير صحيح حقيقه. السياحه المملكه بدات اصلا من اساسها يعني في جده وفي قدوم الناس اليها والزوار وكذا وعسير يعني خالد الفيصل حقيقه اعتبره رائد في هذا المجال مجال السياحه الوطنيه مدرسه يعني. لكن السياحه الوطنيه تحتاج ان تكون وطنيه ولا تكون مركزيه في او محليه. فلما قال لي السياحه وانا اسمع الكلام وانا الملك انا قدمت للدوله مشروع السياحه واللي قدم مشروع المستطان وافق هذا وانشأت هيئة السياحة وأنا أرى أبي كنت تتولى تكون أمين عام الهيئة. أول شيء في ذهني قلت طال عمرك الله يسلمكم وأبشر خادمكم لكن الله يحيك لكلمة لكن هذه ترى أنا طال عمرك لا أعرف شيء في السياحة ولا أني خبير في السياحة ولا ما بدي أكمل. قال لي يا أبني أنا ما أبغى خبير في السياحة أنا أبغى عسكري. سياحة أمامها جبال وأمامها وزارات متقاطعتها وأمامك يعني مشاكل مشايخ الله يجزاهم خير أيضا يحتاج إنه حد يتفاهم معه في القضايا اللي معه والمناطق والوزارات والعالم. ولكن فكر واستشير أهلك واستشير والدك. طبعا أنا متأكد أنه مبرمج مع الوالد قبل كذا يعني حطيت قلت سام الله حيك أبشر سيدي واللي تعملني فيه كذا حطيت سماعة وأنا مصاب يعني مثل مو صدمة لكن مصاب بكأني في حادث سيارة يعني إيش أسوي بالقضية يعني استطاع يمكن أقول له لا رجل كبير ولا يمكن اتركها يعني هنا. فتكلمت مع عائلتي انه كذا وكذا وكذا طبعا يعني ابدا اللي تشوف. رحت في بعد المغرب للوالد وقلت له كانه سوى الوالد الله يسلمه كانه ما يدري على الموضوع بس انا عارف انه يدري يعني. قال والله هذا اللي تشوف انت رد عليهم كما تريد بس ما يبغى يضغط علي. قال عمك سلطان وتروح له وتقول له انه والله اقدر ولا ما اقدر ابي ولا ما ابي وانت خذ رايك يعني هو عارف الموضوع صعب ولا يمكن يغصب الانسان عليه مثلا. استخرت الله كلمت ابن سلطان طال عمرك انا تحت امرك يعني بس هذه ترى معقد يبغى لها دعم. قال الدعم موجود وانا الامير عبد الله كولي العهد الملك عبد الله يرحمه الملك فهد وهذا يعني متفاهمين انه هذا قطاع اقتصادي وكذا 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 وفي حماس وكذا ولعلمك انا برفع اسمك مع ثلاثه اسماء. لا أنا آسف قال رفعت اسمك مع ثلاث أسماء الملك فهد الملك عبد الله وأعتقد أنه قال الملك عبد الله كان الملك عبد الله كل وقت يعني شبه متولي لبعض الأمور في الدولة الملك عبد الله أنه قال أنا أختار فلان هذا الواقع يعني. والاثنين الآخرين حقيقة أفضل مني يعني أنا المسلطان قلت لك طعامك الاثنين الآخرين يفهمون في القضية أفضل مني واحد منهم متمرس في الإدارة يعني الحكومية وكذا. قال لي والله هذه رؤيتنا وكذا قلت سام طعامك تعمل بس طعامك تعطيني ثلاثة أيام أبى أسافر لندن الدكتور غازي القصيبي في محاضرة عن الرياض الرياض التاريخية شوف موضوع التراث كيف تزامن يعني أروح أخلص المحاضرة في السفارة وأجي. صمت شوي قال طيب بس ثلاثة أيام قبل ما نعلن شيء قلت سم. ثاني يوم سافرت ولم يعلن شيء وركبت طيارة رحت سوق الطيارة إلا يكلمونا بالHF High Frequency Radio يقدر يتصلون منها من جدة اللي حقون جدة حقون خطوط سعودية اللي كانوا يديروا الطيارات هذه يكلمون قالوا معك فلان قال لي قال ترى صدر قرار احنا بالطياره الحين ما صار ثلاث ايام صدر قرار تعيينه امين عام هيئه السياحه بمرتبه وزير انا بالطياره. وصلت مطار لندن اللي والله يستقبلني واحد اثنين من الاستاذ يسلمون فرحنا للدكتور غازي القصيبي يا هي نفس الليله يا ثاني يوم بالليل. فهو الدكتور غازي القصيبي اللي اعلن الخبر كان قدمني في المحاضره المحاضره موجوده على اليوتيوب وموجوده ايضا كبرزنتيشن يعني كعرض وبدات القصه.